خذ لك كيك من هنا. صباحهم بالخير. راكبين على سياراتنا. بنزيمي نص. ناصر يقول بنزيمي فاضي. ناصر فاضي محطة. بدفع الفرق. بدفع الفرق. تعال تعال خذ لك علبة بنزين. فرق بسيط. تعال. هذا البنزين يبيعونه في المحلات حق الدراجات. فرق على المحطات. صراحة المحطات أفضل، لكن اختصار الوقت حكم أن محطة بعيدة وإحنا أصلاً ما نحتاج بنزين كثير، فعشان كذا أقول لناصر خذ من هنا وفكنا. ركبت الذاكرة سبير حق الجوبرو. اليوم إن شاء الله راح نوثق بالجوبرو بدال اللي صارت أمس إيرور في مشكلة في الذاكرة، لأن أعتقد حجمها كبير وما هي مناسبة للجوبرو. فإن شاء الله اليوم راح نوثق بالجوبرو ونحفظ فيديوهات كثير للمنطقة. احنا رايحين المول، وهذه المواقف المخصصة للدراجات النارية. لها باب خاص. هذا المول اللي موجود في بوتنك في جزيرة بوكيت، وهذه النوافير الراقصة، وهنا يسوون عرض. اعتقد الساعة 9 يكون العرض بالماء والإضاءة عن قصة هذه السفينة الموجودة. ما أدري قصة حقيقية أو أساطير، صراحة ما بحثت عنها ولا قرأت عنها ولا أدري عنها، لكن ممتع جدا في الليل. طبعا الكشكات اللي مثل كذا وفيها المقتنيات والهدايا وكل شيء موجود عندهم، منتشرة في كل مكان، في المولات، في الشوارع، في الحدائق، في الشواطئ، في كل مكان حصل كشكات. طبعا الكشكات هذه اللي تشوفونها حاليا في المول، أي شيء موجود فيها ب 11 ريال اللي هي 100 بات. لو تشوف هذه أسعار. من ناحية المطاعم والأكل، الأكل الحلال منتشر هنا بشكل كبير في تايلاند بشكل عام. ومن ناحية المطاعم، وش اللي موجود؟ في مطاعم عربية، في مطاعم أجنبية، في مطاعم حتى تايلاندية أكلهم حلال. واللي مو متعود على الأكل أو يحب أكل معين، جميع المطاعم العالمية تقريبا موجودة هنا في تايلاند في المولات وفي الشوارع الرئيسية. يعني ما عليك خوف من ناحية الأكل أو اللي يسأل عن الأكل في تايلاند. هذا ماك، KFC، سبوي، وفي بيتزا هات، في برجر كينج، كل شيء موجود. ناس الله يهديك، هذه حقة أطفال. تعلم الفن، هاي يبيع نوع. لا ناصر دامك كذا مسموح. I love you أبو شنب، أكيد تقصدني ها؟ اليوم طبعا هو يوم الأب، كل العبارات اللي مكتوبة عن الأب. وناصر جاسيس I love you dad, thank you for all you have done. حكم ما كنا من أهل الكتاب، حبيت أستفسر وسألتهم، وأنا عادني أسأل قالوا لي ترى الدجاج كله حلال هنا مسوينه في تايلاند، الدجاج في ماك حلال. صراحة المول رهيب، لا من ناحية التصميم ولا من ناحية البضاعة. فكرتهم هنا حلوة. شوف هذه كلها ترى محلات ومنزلة بضاعتها هنا، كل مربع وكل كشك هذا المحل موجود في المول مسوي تخفيضات، يجيب البضائع المخفضة وينزلها هنا. مثلا هذا شوف، هذا لاكوست، محله الأساسي وراي هنا، هذا محله الأساسي. نفس الحكاية بولو هناك. ايش فيك ناصر؟ دور الظل. دور الظل. والله الشمس حارة تقلب، ما هو منزيل اللون. ما شاء الله ما شاء الله. اي كلية متخرج ناصر؟ كلية زايد العسكرية. لون ثاني يعني طالع. بس ناقص خلينا
السلام عليكم، اسعد الله جميع اوقاتكم، كل خير من كماله، بالتحديد في جزيره بوكيت تايلاند. اليوم راح نغطي باذن الله اشهر حديقه او مدينه ترفيهيه او منطقه عروض في تايلاند وفي العالم. راح نذكر التفاصيل ونصور، خليكم معنا، الجو رطوبه. طبعا مهتمين بالسياحه العربيه، في كل مكان كاتبين بالعربي، في اللوحات، في الماب، في العروض، في كل شيء، وموفرين اللغة العربية. الغريب إن شكلها هنا دائما تكون زحمة ما هي طبيعية، لأن اللاينات والصفوف خارجية حتى لحد ما تدخل وتشتري التكت. مع العلم جميع المناطق اللي موجودة في بوكيت، الشركات السياحية والمكاتب السياحية يحطون هذه العروض وأنها موجودة، والأسعار اللي موجودة ومعروضة في المكاتب السياحية هي نفس الأسعار اللي موجودة في الكاشير، لأني شيكت عليها. لكن أنا أقولكم أخذوها من المكاتب، لأنك تقدر تكاسره وتقدر تأخذ سعر أقل من اللي موجود هنا ب200 بالتقريبا، يعني 22 ريال. راح أذكر لكم الأسعار الحين، بس خلوني أتقدم وأصور لكم التسعيرة. هذا اسم المكان، بوكيت فانتازيا، وهذه التسعيرة. أول تسعيرة هذه إذا بتدخل الحديقة مع العشاء، هذا سعر الشخص واضح وسعر الطفل. هذه إذا تبغى تدخل الحديقة بس بدون عشاء، وهذه تسعيرة إذا تبي المطعم الجولد الأكبر والأشهر، يقولون أنها أكبر مطعم في العالم، عاد ما أدري من المعلومة صحيحة أو لا. هذه إذا تبي تدخل القاعة، ما أدري يعني إضافة. هذه إذا تبي المواصلات، يجيبونك يأخذونك من الفندق ويجيبونك لحد هذا المكان. طبعا أنا محتاجة لأني جاي على الدراجة، أبحطها صورة ثابتة وأشرح لكم بعد. طبعا أشهر شيء في الحديقة اللي هو العرض هذا. الحديقة فاتحة يوميا إلا يوم الخميس، يوميا تفتح من الساعة 5:30 إلى الساعة 11:30. العرض هذا يوميا يبدأ الساعة 9. هذه القاعة اللي بيكون فيها العرض، طبعا القاعة في آخر الحديقة، أعتقد يمين أو يسار، الخريطة ما هي معي ونسيت وين موقعها، بس هي في آخر الحديقة. المقاعد هذه هي العادية، أما إذا دفعت 350 راح تجلس في المقاعد الفي آي بي الجولد، هذه اللي هي على طول في وجه المسرح. وش في بعد إضافة؟ إيه، مع العلم أن إذا أخذت التذكرة هذه اللي بالدخول الشو والعشاء، العشاء ترى يقفل الساعة 9، يعني لازم تعشى قبل لا تدخل وتشوف العرض. هذه المعلومية علشان ما حد يدخل ويروح عليها العشاء. بخصوصنا حنا أخذنا الدخول مع العشاء وأخذنا مقاعد في آي بي، طلعت التكلفة 2550، يعني تقريبا 295 ريال على الشخص. الحديقة هذه افتحت عام 98، وهي مشابهة للحديقة اللي موجودة في لاس فيغاس، كلفت تقريبا 100 مليون دولار. ندخل الحين، أبركز على الصور الثابتة أكثر من الفيديو لأنها تعطي دقة أعلى ووضوح أكثر، ونشوف وش اللي بيضبط معنا إن شاء الله، وكم تستمتعون. حاولت والله أخذ صورة بس ما تضبط إلى الآن، ترى ما دخلت الحديقة، هذه خارجية قبل البوابة. هذه الخريطة حقت الحديقة، هذا مكان التكت، وهذه البوابة اللي أنا واقف قدامها الآن، وهذه هي الحديقة كاملة فيها تقريبا 18 مكان أو والعرض بيكون يا في هذه القاعة أو اللي فوق، والله ماني متأكد. Keep your ticket for the dinner, sir. Dinner from now tonight, okay? Yeah, I know. Thank you so much. كشكات وأشياء ومصنعات يدوية، لكن كل ما قربت عند كشك حصلت علامة يا ممنوع التصوير أو ممنوع الفيديو، يعني هذا جاي يسوي أشياء حلوة صراحة لأصورها، بس ممنوع، كلهم متحفظين على شغلهم. هذا علم البحري، هذا مسوي نفسه قنديل البحر. هذه يبيلها تجيلها من بدري من جد.
اللي بيشوف الأشياء الحرفية بيشوف الثقافة والتراث التايلندي. أعتقد هذا المكان هو اللي يختصر كل شيء. جولدن كانال هذا مكان العشاء. بوفيه مفتوح. الأكل موجود فيه حلال. المطاعم الموجودة أو الأكل الموجود عالمي. ومذكور أن فيه أكل حلال. أول ما استقبلتني الموظفة عند المدخل سألتني قالت أنت مسلم وتبي أكل حلال؟ قلت سجلت لي رقم الطاولة هذا في 102. عاد ما أدري الشباب وينهم فيه ومسابقيني لأني تأخرت شوي وراهم. شوفوا إيش كبر البوفيه على كلامهم إنه من أكبر بوفيهات العالم. قبلوني بعد عند هنا قالوا الجهة اللي على اليسار هذا أكل مو بحلال، الأكل الحلال في الجهة اللي على اليمين. عشان كذا حطوا لي الطاولة 102 عشان أكون قريب من الأكل الحلال. مثل ما ذكرت الأكل الحلال في الجهة اليمين بس تراه في الأخير، لأني بغيت أجيب العيد كيف شيء بغيت أكله هنا، لكن طلع الحلال هناك في هذه الزاوية. هذه القاعة الذهبية، هذه اللي فيها سي فود، سعرها مبالغ فيه شوي. العرض باقي له 3 دقائق ويبدأ العرض اللي موجود أو العروض، ما هو عرض واحد، عروض. الأساسي فيه في البداية هو التعريف بالتراث التايلاندي. الشيء الثاني اللي هي المعركة اللي دارت بين تايلاند ومملكة ماينمار، وفيه عروض للفيلة. طبعا الفيلة مرتبطة لو تشوفون في المجسمات لأنهم كانوا يستخدمونها كوسيلة نقل مساعدة في الحرب. حتى موجود هنا في العرض بيكون فيه 30 فيل راح تستعرض فيه عروض ترفيهية، ألعاب نارية، سيرك، خدع بصرية، بيكون فيه أشياء كثيرة. لكن يمنع منعا باتا اصطحاب الكاميرا والتصوير. هذا هو المدخل، ومثل ما تشوفون ممنوع التصوير، لا كاميرا عادية ولا فيديو ولا أي شيء. خلاص وصلنا إلى صندوق الأمانات، من هنا خلاص يمنع صندوق الأمانات، تحط تليفونك هنا وخلاص. أطلعت تأخذ. خلص العرض وهذه اللاينات علشان يرجعون يأخذون أجهزتهم. طلعت قبل لا ينتهي العرض تقريبا دقيقة، أول ما شفت إنهم هام وقادر إنهم جايين عشان أسبقهم أخذ الجوال وأصور. بداية رهيبة، مو رهيبة، بداية العرض عجيبة صراحة، يستحق الزيارة بكل ما تعنيه الشيء. مع أنه طغى عليها الرقص والعروض هذه اللي تحس بالنوم شوي 60% 50%، لكن كان ممتع ممتع، فيه مفاجآت كثيرة، فيه لمسات، فيه أشياء صراحة يعني ما تدري من يمين ولا من يسار ولا من فوق، شيء مو طبيعي العرض. الشيء الثاني طلع مو بس فيلة، أنا جالس أعد الفيلة وحاية خايل أشوف الألوان، أشوف الفيلة اللي عديتها كذا صفة صفة واحدة 18 فيل موجود في العرض. 10 ديكة، 3 عجول، خيلين، 13 معزة، شيء رهيب ومفاجآت، كلها مفاجآت صراحة. عرض ممتع، لكن الصافي في العرض ساعة كاملة ترى، يعني العرض كامل ساعة، لكن تدخل 9 وتطلع 9 وربع، 10 وربع عفوا، ساعة وربع من تدخل لين تطلع. وهذا هو المسرح، طبعا تصميم المسرح من الداخل شيء عجيب. وبخصوص المقاعد الفي اي بي الجولد او العادية، يعني اعطيتها بعض العروض تجي خلفك، لازم انك تلتفت على وراء. فانا اشوف اللي ياخذ المواقع العادية ما هو شرط جولد زينة، منها توفير ومنها نظرك يكون قدام يا يمين يا يسار، ويكون كل شيء واضح قدام، ما بتجلس تلفت يمين ويسار وورا وفوق. فاشوف الجلسات العادية ابرك لك من الجولد. ممكن ميزة في الجولد انه فعلا تلتفت يمين تلتفت يسار تشوف وراك، ممكن لها كانت المقاعد وراء ما يحتاج انك تتلفت، ممكن يبطي شوي من المتعة او يقلل من المتعة اللي عشناها احنا واحنا جالسين.
60% من هذه الشاكلية طبعا، ما هو بس علشان المعرض أو المهرجان. استغفر الله، الله يبلغ. هذا كان موجود داخل في العرض. ودي أتكلم بالتفصيل من دخلنا لين طلعنا، لكن أشوف إني لو أتكلم أكثر من كذا فأنا حركت أبو العرض، واللي بيجي حتى بيكون عارف كل تفاصيله ما راح يستمتع، حرام الفلوس اللي يدفعها. في الأفضل نكتفي بهذا القدر، واللي يجي يدخله ويشوفه في عينه. هذه بعض المحلات اللي موجودة وسط الحديقة. من نفس المحل ما يحتاج إنك تطلع وتدخل محل بجنبه على طول كمل. لكني أشوف هناك علامة ممنوع التصوير. عاد ودي أصور لكم بس لازم احترام الكاميرا. اللي ممنوع تصويره هو اللي وراي. مجسم حاطينه هو اللي تكلموا عنه وقالوا إنه مذهب جلسة ذهبية مثل ما تشوفون. وحاطين ممنوع التصوير لأنهم يصورونك صور فوتوغرافية فيه لبس التراثي أو لبس الملوك عندهم. وأكثر من تاج، أنواع وأشكال، تاج حربي، تاج ملكي، تاج أميري، ويأخذوا لك صورة ويطبعونها لك. أعتقد، ما أدري كم التكلفة ولا قريت كم التكلفة، لكن أعتقد لأن أكثر من محل تكلفتها من 600 إلى 700 باك. أيوة ذكرت، أول ما دخلنا قبل العرض فيه تقريبا على اليمين 5 مجسمات وعلى اليسار 5 مجسمات للتصوير. كل مجسم عنده ناس للتصوير يصورون ويطبعونها لك في إطار حلو. من ضمنها في نمور صغيرة يعطونك رضاعة ترضعها، نمور صغيرة على ستيج كذا يجي على صدرك، طول صدرك تقريبا، ترضع النمر يصورونك. هذه زين أنا أذكرها، أنا موجودة داخل 10 مجسمات تقريبا ما كنا شاء الله ماني مركز. ناصر إبداع، آسف قاطعتك، قلت إبداع اختصر. الله يعطيك العافية، والله ما بعد سالفة. أبو نواف رأيك؟ العرض ممتاز جدا. والحديقة بشكل عام مو قوية بس العرض قوي. يعطيك العافية، باي باي. تحسبونا بنركب باص ونريح ليل الفندق، نركب دبابات لين والله حال مدافعين منك ارخص كان والله، بس اللي يدور للشقة يدور له. ناصر ولا اكل هذه الدولة وش يا ابن كام. سلولي سلولي سلولي. خلاص الحين اسلم الدراجة، ومثل ما خذيتها فل لازم ارجعها فل. الجالس يعبيها من هنا، هنا ضروري انك صدق تروح تعبيه في المحطة لانك راح توفر كثير، لان العلب هذه فيها فرق سعر 3. الحين خذيت الدبابة انا تقريبا 4 ايام 3 ليالي مع البنزين يوم عبيته كلها طلعت تقريبا 760 يعني 88 ريال، وما هم في الدراجات هذه اللي تشوفونها لا رخصة ولا شيء عند التأجير، لكن التفتيش يبدأ في الليل، الشرطة تكثف في الليل إذا مسكوك ما معك رخصة. فيه أكثر من شخص قال لي إنه دفع 500، واحد من الشباب قدام عيني مسكوه قبل يومين أو ثلاثة ودفع 1000 بات. من ناحية التاكسي جينا من المطار إلى بوتونغ 800 من المطار في سعيدة المطار، والحين متفق مع رأي الدبابات نفسه يجيب السيارة ويودي هنا نفس الحكاية بثمانية. هلا هلا نسمية. I love you mom.